السلام عليكم قدار، محاضرتنا اليوم أخي وصلنا عن الريسك بروجيكشن. الملازم راح أنزل لكم إياها على الكلاس روم وتتبعون وياي، وقلم سجلوا الملاحظات والكلمات اللي ما تعرفون معناها هاي سجلوها. نجي موضوعنا عن الريسك بروجيكشن، مشروع المخاطر او المشروع المتعلق بإدارة المخاطر. ريسك بروجيكشن also called risk estimation attempts، شنو هو؟ محاولة توري تقييم each risk in two ways، تقييم كل خطر in two ways. الأولى شنو طريقة؟ likelihood of the probability that the risk is real، شنو احتمالية حدوث وهذا الخطر انه ممكن يقع، انه هذا الخطر حقيقي. هاي الأولى، التقييم الأول للريسك، انه اشوف شنو احتماليته انه هذا الريسك is real، يعني حقيقي يقع. ممكن انا اتوقع اخطاء لكن هي وقت التايم يكون مو ريال، ما راح يقع، ما راح يأذي العمل مالتي. لكن هنا أنا من اريد اقيم الاخطاء، اول شيء انطي اللايكود الاحتماليه او انه هذا الريسك از ريال. ثانيا the consequences of the problem associated with the risk should it occur، شنو المشاكل المتعلقة بهذا الريسك إذا حدث. يعني أنا مو بس مجرد أحدد الريسك، أولا أحدد احتمالية مال هذا الريسك، احتمالية إنه شنو احتمالية إنه يقع هذا الريسك، والثانية إنه consequences of problem، شنو المشاكل اللي راح تأتي بعد إذا وقع هذا الريسك، إذا صار هذا الخطر، إذا صار هذا الخطر شنو المشاكل اللي تجي بعد وقوعه. فهذني اول شغلتين لازم احددهم بالريسك بروجكشن. يقول لك هنا you work along with other managers and technical staff to perform for risk projection step. عندنا اربع خطوات، الكل التيم يحددها، المانجرز والتكنيكال ستاف وانت المهندس مال المشروع، مهندس البرمجي، كله راح تحدد. احنا اولا اربع نقاط. اولا establish a scale that reflects the received likelihood of risk، شنو احدد مقياس. ايش ينطيني هذا المقياس؟ ينطيني لايكود اوف ريفلكس، يعكس لي، ينطيني الاحتماليه مال الخطر. اول شيء انا اخليه مقياس. اثنين ديلينيت ذا كونسيكونسي اوف ذا ريسك، شنو الكونسيكونسي اوف ذا ريسك؟ شنو هسه مساء شرحناها بالسلايد القبله، شنو المشاكل المتسلسله اللي راح تجي بعد وقوع هذا الريسك. الثالثة estimate the impact of risk on the project on the product، أحدد الآثار اللي راح يأثر على المنتج وعلى المشروع. شنو الآثار إذا صار هذا الريسك؟ شنو راح يأثر لي بالنسبة للمنتج؟ شلون راح يتأثر بالنسبة للمشروع؟ شلون راح يتأثر؟ النقطة الرابعة السايز the overall accuracy، يعني شنو تقييم تحديد الدقة العامة of the risk projection so that there will be no misunderstandings، حتى ما تكون سوء فهم. احددهم بصورة تقنية، انا اجي اسولف ويا التيم مالتي، من نقعد نسولف بصورة دقيقة عن
الريسك الممكن راح يوقع، الممكن راح يحدث، واسوق لك صوره دقيقه انه هذا ترى هذا الريسك اذا حدث راح هيك يصير وهيك يصير، عن الكونسيكونس مالته مال هذا التيم مال هذا الريسك. ف حتى ما يكون شنو مس اندرستاندينج، لازم انا اتاكد من دقه انه التيم والمانجرز وانت المبرمج انه فاهمين بالضبط بصوره دقيقه شنو ممكن يحدث وشنو ممكن ياثر اذا وقع هذا الريسك. نيجي الريسك ريفاينمنت، ريفاينمنت شنو الريسك ريفاينمنت؟ وتنقيح الريسك، تنقيح الريسك يعني الريسك اريد انقحه، يعني اقسمه، يعني اجزئه، معنى اجزئه بمعنى اقسمه، يعني هذا الريسك انا ما اخذ صوره عامه، اريد اجزئه بصوره اكثر تفاصيل. الريسك شوف يقول لك ديورينج ايرلي ستيج اوف بروجكت بلانينج الريسك مي بي ستيت كوايت جنرال as time passes بعد مرور الوقت and more is clearing about the project and the risk it may be possible to refine the risk into set of more details risk. يقول بعد مرور الوقت وبعد الفهم الجيد للبروجكت، بعد ما نفهم البروجكت بصورة جيدة كلش بصورة جيدة كلي. It may be possible سيكون من الممكن or fine يعني تنقيح الرزق تحديد و تجزئة الرزق into a set المنجز a set of more details risks يعني شنو أقسمه إلى إلى risk separated details أكثر تفاصيل عن الرزق عن هذا الرزق. هذا ما يجي اذا ما انت فاهم بالضبط وفاهم بصوره عاليه انه الريسك شنو الريسك وشنو الخطر وشنو راح يوقع وشنو الكونسيكونس مال هذا الريسك وشنو الاثاره وشنو اثاره على المنتج. من تفهمك بصوره هاي راح تقدر دور تسوي له ريفاينمنت، راح تقدر تسوي له دور تنقيح. Each hour each somewhat is are to mitigate monitor management. وبذلك وبهذا بعدما انا فهمته ونقحته وجزئته الى مور ديتيلز وخليت اكثر تفاصيل عن الريسكز، فهذا راح يكون علي ايزر سهل اسهل علي تو ميتيجيت تخفيف هذا الريسك، تخفيفه، تقليله، الحد من عنده، ميتيجيت ومونيتور اراقب الريسك، مراقبة الريسك على طول ما المشروع جاي يمشي انا عندي مراقبة للريسك مانجمنت وادارة هذا الريسك. راح يكون علي ايزر، راح يكون اسهل، راح يكون بصورة اسهل. زين هسه راح نجي شنو اللي ميتيجيت مونيتور اند مانجمنت، شلون انا راح اسوي تخفيف او الحد او مراقبة او مانج ادارة. نيجي للريسك ميتيجيشن مونيتورز اند مانجمنت. نيجي ان افكتيف استراتيجي ماست بي كونسيدر ثري ايشوز ريسك افويدنس ريسك مونيتورينج اند ريسك مانجمنت and contingency planning. يقول الاستراتيجية الفعالة بخصوص معالجة الريسك لازم تحتوي على ثلاث شغلات، ثلاث مسائل أساسية، قضايا أساسية هي الريسك أفيدنسي اجتناب هذا الريسك لقدام من قبل لا يحدث هذا الريسك اتجنبه.
ريسك افودنسي ريسك مونيتورنج مراقبته اند ريسك مانجمنت ادارته اند كونتينجنسي بلانينج. شنو كونتينجنسي؟ يعني خطة طوارئ لازم اني اذن القضايا احد يبهم انه اني اسوي له خطة طوارئ حتى اذا صار الريسك انا عندي خطة بديلة. اذا صار هذا الخطأ، اذا صار هذا الحدث، انا عندي خطة بديلة قبل اقدر اكمل المشروع، اقدر اكمل ما اوقف المشروع، اقدر اكمل. خوش if a software team adopt a proactive approach to risk avoidance is always the best strategy. This is achieved by developing a plan for risk mitigation. شنو بقول؟ If software team adopts a proactive approach, إذا كان software team فريق البرمجة يتبنى proactive approach يعني معالجة استباقية للرزق، يتبنى معالجة استباقية للرزق، فأفضل معالجة، أفضل استراتيجية هي avoidance is the always the best strategy. إنه أنا أتجنبه اللي قدام، أتجنب الرزق is the best strategy، أفضل استراتيجية هاي، إنه أنا ما أخلي الرزق احتماليته عالية، اللي قدام أنا راح أتجنبه. يابا انا اذا اريد اشتغل مثلا بهذا النظام البرمجي، هذا النظام البرمجي مثلا او هاي اللغة البرمجية مثلا بيها صعوبات، بيها هاي مثلا بيها تحديثات، فانا شنو اللي قدام اقدر اروح اختار مثلا لغة اسهل ولغة اكثر ثباتية، فلي قدام انا اختار هذيك اللغه حتى اخاف انه انا ما راح استخدم هاي اللغه اللي ممكن تكون معقده، ممكن تحتاج لها دوم ابديت مكاتب، ابديت الكودات الموجود بها، الادوات الموجود بها دوم يصير بها تغيير. وانا قبل قدام انا عندي نظره استباقيه انه هذا ممكن اذا اخذت هاي اللغه راح يصير لي مشاكل، فأنا اللي قدام أتجنب هاي المشاكل أو أختار لغة أفضل أسهل إلي التيم أو لغة التيم مالتي مضبوطين بيها جدا. مثلا هاي الأفيدنس، فأفضل استراتيجية التجنب، أنه أنا أتجنب الأخطاء اللي قدام. This is يقول this is achieved by developing a plan for risk mitigation. ها شلون تتحدث هاي؟ عن طريق وضع plan for risk mitigation، خطة لتخفيف للحد للتقليل من الريسك. Risk mitigation يعني قدام اسوي developing a plan for risk mitigation. شلون احقق هذا الشيء؟ عن طريق اني اسوي لي خطة، اضع خطة للريسك ميتيجيشن، للحد من الاخطاء، لتقليل وتخفيف الريسك، المخاطر كلها. خوش to mitigate this risk you will develop a strategy for redundancy turnover among the possible steps to be taken. يقول to mitigate this risk، للتقليل للتحديد من this risk you will develop a strategy for reducing turnover، يعني تقليل turnover الأخطاء المتكررة المترددة among the possible من possible steps، من ال possible steps حتى أقلل أنا هذا ال turnover، تقليل reduce turnover من ذن الاستيبات المهمة هي استيب هذني، وهذني اثنين من الاستيبس، يعني مو كل الاستيبات، حسن اثنين من ذن الاستيب هو شنو؟ meet with the current staff
to determine the causes of turnover. يعني شنو؟ التقي اسوي لقاء وي الستاف مالتي to determine اسباب التورنوفر، اسباب هذه الاخطاء المتكرره، هذه الاخطاء اسبابها لقد، يعني هاي وحده من البوسيبل ستيل اللي ممكن اخذها to be taken out، ممكن اخذها possible ستيل. النقطه الثانيه mitigate those causes، احد من هذه الاسباب that are under your control before the project start. ما دام انه بعد البروجكت ما بلش، don't start، بعد ما بلش البروجكت، فانا اقدر احرم هاي الاخطاء. فيقول له mitigate الحد او التخفيف this اسباب causes that are under your control، ما دام هي تحت سيطرتك، ما دام انت تقدر تتحكم حاليا تحت سيطرتك، before قبل البروجكت ستارت، قبل ان يبدا المشروع، احد شنو من الاسباب، اخفف من الاسباب اللي سبب لي تورنادو. نجي Once the project commences, assume turnover will occur and develop technologies to ensure continuity with when people leave. من استمر العمل، من استمر العمل والترنوفر will occur، وحدثت الأخطاء، develop أتقنق technologies، يعني أحط تقنية to ensure that العمل المشروع مستمر وين يوبول ليف، يبقى المشروع مستمر، استمرارية في العمل وين ذا يوبول ليف، حتى لو انه ما موجود الناس او هاي ما موجودين يبقى مستمر. Organize نقطة ثانية، organize ترتيب project team so that information about each development activity is widely dispersed. يعني يقول أنا أرتب البروجكت تيم، project team أعضاء المشروع، فريق المشروع، so that information about each development activity، يعني وين ما يصير معلومات انه راح مثل في جزء، مثلا احنا عندنا مثلا ثلاثة اجزاء، اجزاء مبرمجين، اجزاء مهندسين، اجزاء مهندسين كهربائيين مثلا، والتيمات في هواي هذا البروجكت مثلا، وين ما يكون مثلا اكو فعاليات، مثلا التيم مال المبرمجين عندهم مثلا ندوة، عندهم شيء فعالية تطوير، عندهم development activity، فأنا هاي المعلومات عن هاي فعالية تطوير اللي هي الندوة اللي راح، هاي الندوة راح يجي ويشرح وهاي، فبالتالي انه راح يطور من المجال من العمل مال هذا التيم، التيم الخاص بالهندسة راح يتطور العمل مالتهم، ليش؟ لان عندهم فعاليات تطوير، فأنا هاي فعاليات التطوير شو اسوي؟ ما اخلي بس داخل التيم واحد، فالتيم راح يكون فعال وتيم راح يكون ممكن يكون خامل، فأني شو أسوي؟ المعلومات أنقلها عن الفعاليات التطوير، مثلا أقول ترى التيم، أروح للتيم مثلا مال المهندسين الكهربائي، مثلا أقول ترى التيم مال المهندسين المبرمجين، برمجيين يعني سووا هجي فعالية وهجي معلومات وهجي طورة وشي وهجي هاي، وبالتالي هماتين أروح المعلومات أخليها أكثر انتشارا widely dispersed، اكثر انتشارا، اكثر انتشارا. هاي شنو انا اسوي؟ ترتيب التيم مع الامر بالضبط، مثلا اذا اقول انا مثلا التيم مال هندسه سوى مثلا تطور معين، سوى فد عمل معين، انجز انجاز حلو متطور، فراح يسوي بيه ندوه، بالتالي هاي الندوه
من هذا التيم سواه اخلي التيمات البقيه يجون، لازم يحضرون، لازم يحضرون يشوفون شنو التطور سواه، وشنو شلون فكروا، وشلون قدروا يطورون من هذا الشيء. بالتالي راح يصير هم التيمات البقيه راح يصير عندهم افكار تطوريه اكثر، راح يصير عندهم تحدي، نوع من انواع التحدي بين التيم هذا وهذا التيم وهذا التيم، راح يصير نوع من انواع التحدي. بالتالي هذا راح التيم هم راح يفكر بصوره انه يتطور من عمل ما يتطور من برامج يشتغل عليها، يضيف اضافه جديده هيك. فيقول لك الترتيب البروجكت تيم so that information about each development activity is widely dispersed. لازم تنتقل. عندنا ال RMMM plane. شنو ال RMMM plane؟ ناس اخذها. RMMM plane risk management strategy إدارة الريسك can be included in the software project plan, or the risk management steps can be organized into a separated risk mitigation, monitoring and management plan اللي هي RMMM. يعني يقول لك الاستراتيجية مال إدارة المخاطر كان بي included in software project، ممكن أنا أضيفها بالبرنامج المشروع كله، خطة البرنامج المشروع كله أضيفها بالخطة مال المشروع كله، أو ممكن أنا سأسوي or the risk management steps can be organized into separated risk، أو ممكن أنا أفصلها أصلاً، هاي الاستراتيجية الرزق أفصلها ما separated risk، شو أسوي أفصلها إلى ثلاث أجزاء، هي mitigation و monitoring و management plan. هاي هي ال R risk mitigation monitoring مانجمنت، هي هاي الأربعة. هسه صار يعني صار المشروع أنا من اللي أسويه وإذا نبدأ أكتب المشروع بلين بروجكت بلين سوفتوير بروجكت بلين أكتبه وأكتب يما وثيقة شنو ال RMMM، يعني شنو هاي المخاطر اللي تحدث وكيفية إدارتها. فنيجي ال RMMM بلين، ال RMMM documents all work performed as a part of risk analysis. هو هاي ال RMMM شو كنا نسويها؟ من نسوي الخطوة الثانية، الخطوة الأولى بالبداية، الخطوة الأولى هي تحديد المخاطر، الخطوة الثانية risk analysis، فهي هاي تاب على risk analysis تحليل المخاطر. And it used by project managers as a part of overall project plan. إذن شنو هو يستخدم as شنو a part of، يعني هو جزء من ال project plan العامة. project يعني أنت project plan، من أجي أعطيك project plan لازم جزء من هذا project plan هو ال RMMM، جزء separated منفصل عن project plan software، يعني جزء خاص document خاص. من اجي اعطيك المشروع اعطيك ال RMMM مالته ويا كل هذا شيء يسمونه project plan، خطة المشروع كله، وهو يكون بصورة منفصلة. هاي خلينا هسه ال RMMM. عندنا ال risk monitoring، إذا project tracking activity with three primary objects. شنو هسه عندنا ال risk monitoring؟ مراقبة الأخطاء، مراقبة
الأخطاء. هو شنو؟ هو يقول فعالية activity is a project tracking activity، هي فعالية تتبع البروجكت. أنا أتبع البروجكت، monitoring مراقبة، أتبع البروجكت with three primary objectives، أتبعها من خلال ثلاث مسائل، ثلاث شغلات أساسية. الأولى شو أنا أسوي؟ project tracking activity. أولا assess whether predicted risk do in fact occur. شنو يعني؟ أقيد، أحدد بصورة مستبقة الريسك، predicted risks do in the fact occur، الريسك المؤثرة occur، تحدث الريسك المؤثرة risk do in fact اللي التأثير مالتها occur راح تحدث، وشنو تأثيرها؟ هاي شنو أقيمها؟ قدام أنا هاي ريسك مونيتورينج، لأن أنا شنو أتبع الريسك، جاي أتبع الريسك. هسه ذني قيمت شنو؟ قيمت الريسك والفاكس مالته أكرز وظهوره أو عدم حدوثه، حدوثه وعدم حدوثه، والفاكس مالته. نجي to ensure، نقطة ثانية to ensure that risk aversion steps defined for the risk are being properly applied. شنو يعني to ensure؟ لأأكد والتأكيد that the risk aversion steps defined for the risk، شنو الخطوات المتبعة aversion أفيرسون ريسك، ريسك أفيرسون متبعة ضد الأخطار، متبعة ضد الريسك، الخطوات المتبعة ضد الريسك are being probably applied، يعني هاي تطبقين بصورة صحيحة، هل هذه الخطوات المتبعة للحد ضد الريسك مطبقا بصورة صحيحة؟ هاي النقطة الثانية من الريسك مونيتورينج. الثالثة to collect information that can be used for future risk analysis. شنو يقول؟ جمع معلومات التي راح استخدمها for future risk، للمخاطر المستقبلية، من أحدد المخاطر المستقبلية، علم أجمع معلومات، وين راح تفيدني؟ راح تفيدني تحليل فيوتشر، تحليل المخاطر المستقبلية، فيوتشر ريسك أناليسيس. قايد هنا أنا باللاب كمل عندنا التشابتر الأول، إن شاء الله المحاضرة الجاية نبلش بالشابتر الثاني. شكرا جزيلا.